النهارده في الحقيقه او وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه بيشارك في فعاليات بعثه طرق الابواب واللي بتنظمها الجمعيه المصريه البريطانيه بي اي بي اي في العاصمه البريطانيه لندن، واللي فكرتها قائمه على تبني الدوله المصريه سياسات متكامله واضحه وداعمه للاستثمار خلال السنوات المقبله. طبعا سياسه مهمه جدا، سياسه طرق الابواب وحمله طرق الابواب. عايزين نتكلم اكتر عن هذه الحمله لوزير الاستثمار. معانا عبر زوم مباشره من لندن احمد يعقوب، مدير تحرير اليوم السابع. يا استاذ احمد صباح الفل عليك. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ بسنت، واهلا بالساده مشاهدي صباح الخير مصر. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتعرف من حضرتك على اهميه هذه الحمله. هو الحقيقه طبعا دي بعثه طرق الابواب للعاصمه البريطانيه لندن، ودي وفد مصر رفيع المستوى في وزير الماليه وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه، بالاضافه الى نائب محافظ البنك المركزي ورئيس هيئه الرقابه الماليه، وكمان رئيس شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه، بالاضافه الى كمان وفد من كبار رؤساء البنوك ورؤساء الشركات الكبرى، سواء الشركات البريطانيه العامله في مصر أو الشركات المصرية لعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الجانب البريطاني، وإطلاع المستثمرين البريطانيين والمسؤولين هنا عن كل ما تم في الإصلاح الاقتصادي المصري من إجراءات مهمة، سواء توحيد سعر الصرف اللي تم في 6 مارس الماضي وإنعكاساته على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصفقات كبيرة الحجم. الحقيقة هنا أستاذ محمد على مدار 3 أيام كان في عقد اجتماعات ما بين الوفد المصري وما بين اكثر من 300 مستثمر وكمان المسؤولين في بورصه لندن، بالاضافه الى كمان عرض كل ما يتطرق ليه الملف الخاص بالاستثمار في مصر، من اولا من اصلاحات وحوافز ضريبيه بتقدم لمجتمع الاستثمار البريطاني او مجتمع الاستثمار العالمي، تبسيط الاجراءات الضريبيه، بالاضافه الى دعم الجولد لايسنس او الرخصه الذهبيه بالنسبه للاستثمار وتفعيلها بالنسبه لتسهيلات كل ما الرخصة الذهبية. خليني أقول، هل الهدف أو الحديث عنها هو يعني إيه دلوقتي؟ يعني إيه الهدف إن إحنا نتكلم عن الرخصة الذهبية عشان تبسيط، خليني أقول، إجراءات مثلا تأسيس وترخيص شركات بريطانية كمان ودعم قطاعات الشركات هنا في مصر؟ هو الحقيقة أستاذة بسنت الفكرة الأساسية لطرق الأبواب يعني إن الافراد الحكومه المصريه بالاضافه لمجتمع الاعمال المصري بيسافروا للعواصم الكبرى في العالم زي لندن هنا في الولايات المتحده المملكه المتحده، وطبعا واشنطن في الولايات المتحده الامريكيه، لاطلاع كل المستثمرين على الفرص الاستثماريه. مصر عندها قطاعات استثماريه متنوعه في الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنيه التحتيه، بالاضافه الى كمان تطوير كل ما يتعلق بالمواني ومنظومه التجاره الخارجيه مع دول العالم المختلفه. وبالتالي الوفد المصري بوزير الماليه ووزير الاستثمار ورؤساء القطاعات المهمه في الاقتصاد المصري بيطلعوا المستثمرين البريطانيين هنا في العاصمه البريطانيه لندن على كل الفرص الاستثماريه المتاحه في هذه القطاعات ذات الاولويه للاقتصاد المصري، وبالتالي بعد اطلاعهم على هذه الفرص الاستثماريه وطمانتهم على الفيوتشر اوتلوك. والحقيقه انا كنت حاضر كل الاجتماعات هنا مع الوفد المصري في لندن، تم مناقشه كل ما يتعلق بالحوافز الاستثماريه المقدمه للمستثمرين او الفرص الاستثماريه المتاحه في الاقتصاد المصري خلال المرحله المقبله في اطار انتهاج مصر جذب تدفقات استثمار اجنبي مباشر او فورين دايركت انفستمنت بقيمه 15 مليار دولار سنويا بمعدل 100 مليار دولار خلال الست سنوات المقبله. وبالتالي الفكره الاساسيه اللي كان رد المستثمرين الدوليين هنا في بريطانيا والمستثمرين في اسواق المال وبورصه لندن، كان الحقيقه هم عايزين يعرفوا كل ما يتعلق بالفرص الاستثماريه والحوافز، واشادوا كمان بالاجراءات اللي تمت من الحكومه المصريه في ملف الاصلاح الاقتصادي وفي التسهيلات المقدمه للمستثمرين، وكمان تحسين مناخ الاعمال ان هو يكون جاذب لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. وكمان اكدوا على حاجه مهمه، ان كان المناقشات كلها ما بين الوفد المصري المشارك في بعثه طرق الابواب للجمعيه المصريه البريطانيه للاعمال بيبا، ان في ثقه، في شراكه، في مسانده للمستثمرين. وبالتالي كان رد المستثمرين الدوليين هنا في لندن ان يعني هم بيشيدوا بان الحكومه اللي بتنتهج
الثقة والشراكة والمساندة في تعاملها مع المستثمرين، دي رسالة طمأنة مهمة وبتستهدف ان يعني طمأنتهم تجاه المستقبل او الفيوتشر اوتلوك والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ان في فرص استثمارية وفي حوافز مهمة وفي مساندة وفي شراكة. تمام. لان مبدأ الشراكة ما بين الدولة وما بين مجتمع الاستثمار العالمي ده مهم جدا، لان انا عايز ابسط الموضوع. اي حد دلوقتي بيشوفنا عبر برنامج صباح الخير يا مصر يبقى شايف ان اي مستثمر بيجي او شركه دوليه هي بتفتح فرص عمل للشباب المصري، بتنقل تكنولوجيا كمان، نقل التكنولوجيا والنو هاو من الاسواق الدوليه زي المملكه المتحده او غيرها من دول العالم المختلفه، بتنقل التكنولوجيا لمصر، بالاضافه لان الانتاج من السلع والخدمات اللي بينتجه المصنع او الخدمه اللي بتقدم عن طريق الشركه اللي بتيجي تشتغل هنا في مصر او في مصر بتنقل التكنولوجيا، وبتنقل كمان بتزود حجم المعروض من السلع والخدمات عن طريق الشركه الخدمات والسلع دي، وبالتالي دي لما بتنزل في الاسواق بترفع معدلات المعروض من السلع في الاسواق، وبالتالي تخفض السعر تدريجيا. حاجه المهمه كمان ان مع ارتفاع الانتاج من المصانع سواء من المنتجات والسلع المختلفه، ده بيرفع الصادرات المصرية للخارج. مصر تنتهج سياسة مهمة جدا لدعم الانتاج والتصدير، والتصدير الى هدف 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وبحلول عام 2030 تدريجيا من 54 مليار دولار حاليا، وبالتالي كل الانتاج ده بينزل السوق المحلي في مصر والفائض بيتم تصديره للخارج وبيدعم العملة الصعبة. كل اللي احنا بنتكلم عنه ده استاذ محمد واستاذ بسان، الفكرة الاساسية فيه ان تركيز الدوله على تمكين القطاع الخاص او البرايفت سيكتور امباورمنت، او ان كمان يكون دعم عمليه جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، لان هو الاساس خلال انطلاق المرحله المقبله للاقتصاد المصري. تمام. الاقتصاد المصري على مدار 10 سنوات عمل بنيه تحتيه متطوره وتطوير للمواني، وبالتالي الفيز 2 او المرحله الثانيه من بعد مرحله البنيه التحتيه هي جذب الاستثمار بكل تاكيد. طيب استاذ احمد، القطاع الخاص ليكون قائدا للاقتصاد، اذا سمحت لي الاستراتيجيه اللي ماشي عليها هذه الحمله ايه؟ على اي اساس بنقرر ان احنا هنزور هذه الدوله؟ وهل بنفكر في فتح اسواق جديده؟ من الممكن ان يكون، مش هنقول ما فيش هذه الدوله في مصر، او ممكن يكون العدد قليل، بحيث ان احنا نشرح لهم زي ما حضرتك ذكرت كده تطورات القطاع الاقتصادي في مصر، ايه اللي حصل خلال السنوات الماضيه، البنيه التحتيه بقت عامله ازاي، الخريطه الاستثماريه في مصر بقت عامله ازاي. هو الحقيقه استاذ محمد ده سؤال مهم جدا. الفكره الاساسيه ان كل سنه بيتم عقد ويتم تشكيل البعثه الخاصه بطرق الابواب من الجمعيه المصريه لتطوير الاعمال، وبيحددوا القطاعات ذات الاولويه. يعني هو القطاعات ذات الاولويه الفتره دي زراعه وصناعه وتكنولوجيا معلومات واتصالات وبنيه تحتيه، وكمان كل ما يتعلق بتنميه التجاره مع مختلف دول العالم، لان التجاره الدوليه دي اهم حاجه اللي هي عمليه الاستيراد والتصدير. بريطانيا طول الوقت هي من اهم المستثمرين في الاقتصاد المصري، وحجم التراكم بتاع الاستثمارات البريطانيه في مصر يعني بيتجاوز ال 15 مليار دولار. وبالتالي الفكره الاساسيه خلال المرحله المقبله بيبقى في حاجتين، يا اما الشركات البريطانيه اللي هي بتستثمر بالفعل في قطاعات مهمه في مصر زي الطاقه وقطاع الخدمات الماليه والبنوك، بالاضافه الى قطاعات زي صناعه الادويه وقطاعات زي الصناعات المختلفه لكل ما يتعلق بصناعات الاجهزه الكهربائيه والمنزليه وغيرها. وبالتالي في حاجتين مهمين، الحاجه الاولى هي زياده الاستثمارات خلال المرحله المقبله في اطار ان في فرص استثماريه فعلا متاحه في الاقتصاد المصري، الحاجه الثانيه ان في شركات جديده تيجي تدخل الاسواق المصريه والاقتصاد المصري، وبالتالي الهدف الرئيسي هو تنميه الاستثمارات القائمه واقامه شراكات ومذكرات تفاهم وعقد صفقات استثماريه ما بين الشركات المصريه والوفد المصري وما بين الشركات البريطانيه ومجتمع الاعمال هنا في بريطانيا. والحقيقه هنا على مدار 3 ايام انا موجود مع البعثه ومشارك في كل الاجتماعات. الفكره ان في اهتمام كبير من المستثمرين البريطانيين هنا في لندن بعقد شراكات جديده خلال المرحله المقبله. ليه؟ لان مصر سوق كبير، 106 مليون مستهلك، مصر هي بوابه العبور للقاره الافريقيه، مصر كمان
بتمتلك الموقع الجغرافي المتميز بين قارات العالم، وبالتالي الفكره فكره التصدير بيبقى سهل، وعندنا اهم شريان ملاحي في العالم اللي هو قناه السويس وفي اطار المنطقه الاقتصاديه، وكمان كان موجود معنا في هذه البعثه رئيس المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وعرض لكل المشروعات المتعلقه بالجرين هيدروجين او الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء وتحويل مصر لمركز عالمي لانتاج الطاقه الخضراء او الطاقه النظيفه. دي كلها فرص استثماريه مهمه تم عرضها. الحاجه اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها ان سفير بريطانيا في مصر اللي هو جاريث بيلي ده موجود معانا في البعثه الخاصه بطرق الابواب هنا في العاصمه البريطانيه لندن، والحقيقه كان ليه كلمات مهمه جدا امام مجتمع الاعمال البريطاني وامام المصري المشارك، وقال ان مصر بتمتلك فرص استثماريه متنوعه واقتصاد قادر على النمو بمعدلات مهمه خلال المرحله المقبله، بالاضافه ان هو قال حاجه مهمه، مصر هي اسرع الاقتصادات نموا في القاره الافريقيه، وبريطانيا دايما بتنظر لمصر على انها شريك تجاري واستثماري، وهذا هذا النوع من الارشادات بالتاكيد بيجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري. بالتوفيق ليك وشكرا احمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع، يعني بعثه مهمه ويعني زياره مهمه طبعا زياره مهمه جدا ليهم، وان شاء الله العائد منها يكون ايجابي جدا على الاستثمارات في مصر.